هذا النظام ضد الحقيقة والجمال. أدرك النظام مدى فعالية الفن الهادف. هذا هو الفن السوري الحقيقي اللي وقف مع المظلوم ضد الظالم، مع الحق ضد الباطل. الثورة اللي نحن شاهدناها أدت إلى ثورة فكرية، ثورة فكرية بكل معنى الكلمة، وحررت العقل السوري من آل الأسد ومن جرائمهم ومن اعتقال الفكر السوري. لأنه نحن بالأخير الفن هو البحث عن الحقيقة والجمال. الحقيقة أنه نحن عنا قاتل أطفال عم يدمرنا بلادنا، ونحن اليوم من واجبنا أنه ننشر رسالة السلام، هويتنا السورية اللي تناشد العالم للسلام للحرية. هذه هي الثورة السورية التي بدأها أطفال درعا، مستمرة حتى اليوم، ونحن مستمرون لأن الثورة السورية مستمرة. وهذا واجبي الوطني. الفن هو الوسيلة الوحيدة لعرض قضيتنا الإنسانية، لأنه نحن قضيتنا اليوم قضية سورية، قضية عالمية. نحن دائما متهمين بالظلمات وبالأسود، لا، نحن ألوان وأطفال وموسيقى وسيمفونية سورية حقيقية من أجل السلام بكل معنى الكلمة.